مجموعة من الأعمال الفنية النادرة حولت منزل القبطان المصري علاء جمال وزوجته منى العوادلي إلى متحف يجمع ذكريات 37 عاماً من السفر في أنحاء العالم. الحاجات اللي عندنا في البيت في حاجات احنا ورثينها، يعني انا خدتها من بابايا لانه كان بيحب الحاجات دي. في حاجات كتيره زي الساعات. وتمتلئ جدران منزلهما بمجموعات نادره، لكل منها قصه فريده من 50 دوله في اوروبا والشرق الاقصى وافريقيا. ما ابتدينا بقى أنا وعلاء، علاء أساساً قبطان بحري، فهو كان بيسافر كتير ومن قبل حتى ما نعرف بعض كان بيسافر، فكان برضو دايماً بيتجه على الحتت اللي فيها تحف، الحتت اللي فيها الحاجات القديمة، في أسواق برة كده بتبقى فيها حاجات، فكان بيجيب منها الحاجات. امتد حب العائلة للتحف إلى الجيل التالي، إذ أصبح ابنهما محمد شغوفاً بهذا الفن. بيانو ده يخص الخديوي إسماعيل، فبقت عناية عليه، اللي هو أنا عايز أتعلم موسيقى بأي شكل. وطبعا بقى مع التحف والحاجات اللي زي كده، فأنت شايف الجمال قدام عينك على طول والألوان وجو مهيأ للأعصاب زي كده. ومن خلال تجربتها تأمل منى أن تتحول الفنون بجميع أشكالها إلى واحدة من المفردات اليومية للمجتمع. أنا عايزة كده خلاص، يعني ده أقصى طموحاتي.